ما هي واجبات الصلاة؟ كم واجبات الصلاة؟ أول شيء حتى نضبط العلم. نعم، واجبات الصلاة، واجبات الصلاة ثمانية. ثمانية، هذا علم ضبط. نعم، يا صلاة واجبات سمن تناتشو. الأول تشور الأول يمجمّلو تشهد الأول من كمّته. لا لا لا، اجلس يا أخواننا. العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. علم تراون طبقان كوسرنا تراون طبقان نملسو عليه، لكن يدخل مشوش نجرجن بتفلسنا بتزابا ملكو كجبابنا. هذا لا يمكن أن يخرج إلا أن يشاء الله. إيه نتملسوا كلمة الله تعالى وفق ما استقر له مجلس. يقول واجبات الصلاة، يا صلاة واجبات لعلي تشهد الأخير. تشهد الأخير بلو مملس وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، سبحان ربي العظيم ما لها ركوع. تقول لا 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 تتكلم، اجلس تسأل ما هي أركان الصلاة. نعم، يا صلاة فرض وسنت ناتشو. يقول أركان الصلاة ال 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 التشهد الأخير. نعم، يا صلاة فرض ال 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 التشهد الأخير بمن تماتم مدلس يلبتن و و و و وقراءة الفاتحة. يو كتش 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 أقوى مدلس هلبتن. تقول لا 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 اسكت، هذا لا ينفع، لابد يرتب العلم. علم با اندت افلت كعلوم واشتراهم كتش كتش أقوى مدلس. قيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، هكذا يسرد سرد يرتب العلم. يا بدون يرتب العلم. علم بترى واتكالا التكبيرة قراءة القرآن يا رب ما لتنا ميقبوا. الوارثين من الذكور كوان دوراش واتشتناتشو. يقول الجد والأخ الشقيق وابن عم شقيق. قل لا اذهب احفظ، لكن الحافظ مرتب. يقول الابن، ابن الابن، الأب، الجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. الزوج والمعتق 15. ضبط في العلم كما سلك السلف ورتبوا لك العلم، بقي فقط أن تسلك العلم. مفهوم؟ أما تطلب العلم على ما تحب، التشهد الأخير، التشهد الأول، قراءة، هذا لا هو ليس بعلم، لا يصلح هذا، لا يحتاج ترجم. نعم، علم سيطيقو تراون زرزرو ماسك أمت انجي إياسفا كوان دوراشوشو إنما ناتشو سيبال ألاخ الشقيق. لا خلاص خلاص. نعم، نبال بيان علي ابن وابن الابن وابن ابن الابن والأب والجد وأبو الجد يالا مقدرنا لبتراو. نعم، واجبات الصلاة، يا صلاة واجبات شنو من دزي هرقو مين أقرأ نفعل لقاله من يذكرها لي من دزي هرقو مين مجلسو نجا جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. نعم، أيوه غسل. لا لا يا ما عتك على الله أكبر مني بالوت يا ما قريا تكبيرة سكر تكبير الناس ناتشو، لأن تكبيرة الإحرام ركن يا ما جمر يا ما قريا وتكبيرة فرد لنا. نعم، قول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وجوبا. ركوع لي سبحان ربي العظيم عندك زي مالته، لابد هذا اللفظ يقال مرة واحدة في الركوع. يا هاينات سبحان ربي العظيم يملو ذكر
عند ذي كمالات منم أي كارينه. بعد هذا يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لكن لابد مرة واحد يقول سبحان ربي العظيم في ركوعي. هذه عائلة لا يالله ذكر شكري اللهم هنبياتي يمتعون لجمر عند ذي يقول سبحان ربي العظيم كركوع ليلي بالي قبل. نعم، وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمده برور موي على ذكر للنو الله سمينا ولا مسجد بدون شرح يا لإمام لا بتشا سجاج إمام ومنفرد لا سجاج مأموم لا لا سجاجنا لا بتشا سجاج وقول ربنا ولك الحمد للجميع إمام ومنفرد ومأموم ربنا لك الحمد يملاو لا بتشاسكاجم لا إمام لا تكتايم قول سبحان ربي الأعلى بهذا اللفظ مرة واحدة وجوبا في سجودي كسجود لا سبحان ربي الأعلى يملون ذكر مذكر وقول رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين ربي اغفر لي يملون بسجودنا بسجود مكاكل قدسين يتشن ذكر عند ذيلي ذكرات والتشهد الأول نعم يا مجمّر يا تشهد التحيات الأول يا مجمّر يا مجمّر والجلوس له تمام والجلوس له يعني يقرأ التشهد وهو جالس لا هو لا تنعشوا يعني تشهد النامك كما تقول